لم يحب عادل السلاموني زيارته لموسكو قط. كان يشعر طيلة الوقت بأن هناك جوا خانقا يحيط به طيلة الوقت، وبأن هناك نوعا من التوتر في كل شيء. كانت هذه فترة السيطرة المطلقة للحزب، مما يعطي الجو كله طابعا أورويليا لا يمكنك تحمله. كان عادل طبيبا في العقد الثالث من عمره، لم يتزوج بعد، وقد جاء إلى الاتحاد السوفيتي في بعثة تعليمية بهدف الحصول على درجة الدكتوراه في أمراض العيون. كانت أكثر البعثات الدراسية تتجه إلى الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت. قلت إن عادل لم يحب موسكو قط، والسبب على أرجح كل قصص الجاسوسية وأفلام جيمس بوند التي قرأها في صغره، والتي جعلته يشعر بأن موسكو مخبر كبير يراقب كل سكناته، وكان يؤمن بأن لدى الناس ما يقولونه ولكنهم خائفون. هكذا راح في لهفة يترقب الفرصة التي تنتهي فيها بعثته ويعود إلى مصر. أولجا، من أخبرك بموضوع أولجا؟ إنها فتاة رائعة، رائعة حقا من ناحية الجمال، وتشمل كل أحلامه عن المرأة، حتى إنه يتخيل صورتها في أي قاموس تحت كلمة امرأة، وهي تحبه بجنون ويعتقد أنه يحبها بجنون. لكن هناك تلك المشكلة التي لا حل لها، إنها لا تؤمن بشيء. تكتب في خانة الديانة في أي استمارة تملأها كلمة لا يوجد. وكان عادل متدينا وقد أدرك أنه لن يستطيع الزواج منها، لأنه ببساطة لا يريد لها أن تربي أطفاله. لهذا يمكنك أن تفهم، لم تحمل له موسكو أي ذكرى سارة على الإطلاق سوى ذكرى الحب المستحيل، وهي ذكرى تناسب الشعراء والأدباء، ويمكنها أن تجلب لهم رزقا واسعا بكل القصائد التي سيكتبونها عنها، لكنها لا تناسبه هو الإنسان العملي الذي لم يقرأ قصيدة ولا رواية في حياته. كان يعد الأيام والأشهر بانتظار انتهاء البعثة، إلى أن صار شهر يفصله عن الوطن. كان الأستاذ السوفيتي يوري داجالوف رجلا غاية في البدانة، ثقيلا جدا من الطراز الذي لو جلس لجلس للأبد، ولو وقف لوقف للأبد. هناك نظرة منهكة في عينيه من الطراز الذي يقول: أنت لن تبهرني بشيء، فلا داعي لأن تتعبني معك. كان هو المشرف على دراسة عادل، قال له وهو يعبث في نموذج صغير للكرة الأرضية على مكتبه: يؤسفنا أنك سترحل قريبا يا دكتور عادل، كنت طالبا مجدا، وأعتقد بشكل ما أنك لم تحب موسكو، لكني ما زلت أتمنى ألا تنسى أصدقائك هنا. لم يرد عادل حتى لا يتورط في مجاملة هي أقرب إلى كذبة، لكنه كان متأكدا من شيء واحد: لربما كره موسكو، لكنه أحب الكثيرين من الموسكويين بلا شك. قال البروفيسور وهو ينهض: إنني راغب بحق في أن أهديك شيئا، تذكرت أستاذك زاجالوف، لو جئت معي إلى مكتبي. كان يتكلمان في غرفة الجلوس في منزل البروفيسور، الثلج ينهمر بالخارج، والمدفأة مريحة تجعل فكرة الانصراف من هنا كابوسا. لابد أنك ستتلقى نزلة برد تزيلك من على وجه الأرض. كان يشرب الشوكولاتة الساخنة وهو يستشعر لذة المشروب الساخن الدسم يتسرب إلى أحشائه. لهذا حمل الطبق في يده ومشى وراء البروفيسور. كان مكتب البروفيسور مريحا دافئا هو الآخر ومنسقا بعناية. هناك جدار تحته بالكامل كتب طبية، أكثرها كتب بالروسية. الجدار الآخر تحتله مكتبة أدبية عملاقة تحمل أسماء مثل تشيخوف وجوجول وغيرهم من الكتاب الكبار الذين لم يعد أحد يرحب بهم في الاتحاد السوفيتي لأنهم رجعيون. ثم جدار ثالث تحته واجهة زجاجية ملأ بالتذكارات. أشعل البروفيسور سيجارا روسيا غليظا كريه الرائحة وقال مفكرا: هل أعطيك درع التميز الطبي؟ لا، إنني بحاجة إليه. ثم قلادة من سيبيريا أحتفظ بها، لكن ماذا عن هذه الرصاصات؟ إنها ألمانية من أيام حصار ستالينغراد، وهذه قطعة من شظية. هل تحب الدمى؟ هناك دمية من أوكرانيا،
لكن نعم هي الدمية، إنها جميلة. ومد يده الممسكة بالسيجار والتقط دمية خزفية تمثل فلاحة روسية تربط شعرها بإشارب. فوجئ عادل بذلك الإناء الزجاجي، وكان متواريا بين التذكارات فلا تكاد ترى ما فيه، فقال في دهشة: ما هذا يا بروفيسور؟ نظر البروفيسور إلى الإناء وهز رأسه في تقزز: هذا كلام فارغ، إنه تذكار لحماقتي. عاد عادل يلح على الرجل: ما الذي يدعوك للاحتفاظ بعينين كاملتين في خزانة ذكرياتك؟ ما الذي يدعوك للاحتفاظ بعينين كاملتين في خزانة ذكرياتك؟ في شبابي كنت أحمق مثلك، كل الشباب حمقى في الواقع، وكان هناك ذلك العراف الذي قال إنه يعرف الكثير من الأسرار، وقد باعني أشياء كثيرة غريبة، لكن أغربها كان هاتين العينين. ثم ابتسم في سخرية ونفث سحابة كثيفة من الدخان. ما رأيك في امتلاك عيني راسبوتين ذاته؟ بالطبع ارتجف عادل لهذه الكلمات الغريبة، وعاد يستوثق من المعلومة. قال البروفيسور وهو يتأمل الدمية الخزفية: زعم العراف أن جثة راسبوتين لم تدفن بعينيها، ولكن هناك من انتزعهما ووضعهما في سائل حافظ، ثم حشن محجرين بالصلصال، ومن يومها يتوارث العرافون هذه التحفة العتيقة. قال لي إن لهاتين العينين قوة مغناطيسية لا يمكن وصفها، وإنه من الخير لي ألا أطيل النظر فيها. قال كذلك إنني لو زرعتهما لأي شخص لاكتسب قوة راسبوتين. دعني أقول لك إنه لو كانت هاتان عيني راسبوتين لوجدت منظمة اليونسكو كلها تقف خارج باب هذه الغرفة، ولربما أرسلوني إلى سيبيريا بتهمة اختلاس أملاك الدولة. طبعا انبهرت بهذا الشيء وقتها، وابتعت هذه العينة المقززة، وحرصت على ألا أنظر إليها أبدا، ومن حينها هي عندي في هذه الخزانة، ولا أجد الشجاعة كي أتخلص منها. قال عادل باسما: هذا العراف كان يفترض أنهم يزرعون العين كاملة في محجر العين. طبعا هذا ما يعتقده العامة، لا يعرفون أننا نأخذ القرنية فقط بالكيراتوم، وحتى على هذا الصعيد لا يمكن أن تزرع قرنية تعود لعام 1916. الخلاصة أن مالي ضاع هباء. وقف عادل يرمك الإناء في نهم. الحقيقة أن العينين فتنتاه، ولا يعرف لهذا سببا. بروفيسور، هل تهديني هاتين العينين؟ مضغ البروفيسور سيجاره ونظر لعادل كأنه يرى مجنونا، نفث سحابة كثيفة وقال: هل جننت؟ هل هذه هدية؟ قلت إنك راغب في الخلاص منها. نعم، لكني لا أحب إهداءها لأصدقائي. إن هذا ما أتمنه فعلا. نظر له البروفيسور طويلا، ثم مد يده في الخزانة وأخرج الإناء الزجاجي. كلما ذكرت كلمة كاريزما تداعت إلى الذهن صورة الروسي غريغوري راسبوتين، الرجل الذي كان راهبا جوالا ثم مرق واتجه إلى حياة رذيلة. إن صوره ما زالت حية بعينيه القويتين الثاقبتين، ولحيته السوداء الكثيفة وثيابه السوداء التي تجعله ينضم بجدارة إلى عالم المسوخ. الفارق هنا أنه كان شخصا من لحم ودم يمشي على الأرض. كان يقدم نفسه للناس على أنه معالج روحاني. كانت له سطوة نفسية لا يمكن وصفها، وكانت عيناه قادرتين على جعل أقوى الرجال يرتجف خوفا. أما النساء فكن يسقطن صرع هواه بلا تحفظ، ويقال إنه نموذج للرجل الذي تعلن النساء أنهن تكرهن ويشمئزن منه فقط لأنهن يعرفن كم هن ضعيفات أمامه. يجب أن نضيف هنا أنه كان في غاية الفجور، وكان يتحدث دوما عن أن الأرض السوداء تنتج أشهى الثمار، لهذا كان يبحث عن الرذائل بالمجهر ليرتكبها. بشكل ما وصل صيته إلى البلاط القيصري،
حيث كان ابن القيصر يعاني مرضا نزفيا متكررا وهو الهيموفيليا، وكان هناك من نصح القيصرة بأن تجرب قدرات هذا الرجل العجيب. هكذا بدأ الطفل يتحسن، وسرعان ما تنامى نفوذ راسبوتين في البلاط إلى حد أنه كان بالفعل يحكم روسيا كلها من خلال القيصر وزوجته. لقد كانت الزوجة تثق به ثقة عمياء وتعتقد أنه أطهر رجل عرفته. وفي عام 1916 قررت مجموعة من نبلاء البلاط أن يتخلصوا من هذه الكارثة فقط ليعرفوا أن السم لا يؤثر فيه، وقد كان يفتك بهم بجسده العملاق المخيف. هكذا أطلقوا عليه الرصاص، ويقال إن راسبوتين كان هو المسمار الأخير في قبر آلي رومانوف الذين لقوا نهاية مفجعة في ثورة عام 1917 التي جاءت بالشيوعيين إلى الحكم وأطاحت بالنظام القيصري. أين دفن راسبوتين؟ لست متأكدا من هذه النقطة، لكن السؤال الأهم، هل دفن وعيناه في محجريهما؟ هكذا عاد عادل إلى مصر وهو يحمل في متاعه إناء زجاجيا حرص على تبطينه وتغليفه بعناية كي لا يتهشم، ولحسن حظه لم يفتح أحد حقائبه لأنه كان سيجد عسرا في تفسير حمله العينين آدميتين معه. التذكار الوحيد الذي يحمله من موسكو هو هاتان العينان وبعض الصور مع أولجا وخطابات منها. لم يكن عادل متزوجا كما قلت، ولم يكن له بيت في المدينة. كان حتى هذه اللحظة يقيم في بيت أسرته بقريته. لديهم هناك بيت من الطوب من طابقين، فهي أسرة على قدر من اليسر، لكنه كان يخطط للحياة في المدينة فقد ما إن يستقر ويجد زوجة المستقبل. وقد حرص على أن يعد غرفته هناك بعناية، ووارى الإناء في خزانته التي احتفظ بمفتاحها منعا للحوادث المؤسفة. فلما جاء الليل وانتهى مسلسل استقبال الأقارب والأصدقاء، صعد إلى غرفته وارتدى جلبابا للنوم لا يعرف السبب، لكن لهفة غير عادية كانت تغمره مع رغبة عارمة في أن يتأمل هاتين العينين. فتح الخزانة وأخرج الإناء ووضعه على منضدة صغيرة هناك، ثم جذب مقعدا خشبيا عتيقا وجلس عليه ينظر إلى هاتين الكرتين ترمقانه من خلال الزجاج عبر السائل الشفاف. من الخطأ أن يتكلم المرء عن عينين قويتين، إنما يعطي الانطباع بالنظرة هو أشياء أخرى، شكل الأهداب، شكل الحاجبين، اتساع فتحة العين، كل هذه أشياء لا بد منها لتعرف إن كانت النظرة قوية أم لا. أما أن تضع كرتين في حوض زجاجي فهما ذات الكرتين لدى أي شخص آخر، كأنك تتأمل إطار سيارة منزوعا ثم تحاول الكلام عن فخامة السيارة ذاتها وانسيابيتها. لكن هاتين العينين كانت تملكان قوة جذب لا يعرف سببها، ولوقت لا بأس به ظل يتأملهما في ضوء الغرفة الشاحب الذي يبعثه مصباح وحيد يتدلى من السقف، كانت تنقلانه إلى عوالم غريبة لم يرها من قبل. إنه يرى الكرملين والثلج يتساقط من حوله، هناك عربة تجرها الخيول، أميرة روسية تغمض عينيها في افتتان، حفلات راقصة صاخبة، الضباط بثيابهم الأنيقة المزركشة يرفعون سيوفهم في رشاقة، وجوه تضحك، وجوه تبكي، خيول، ذئاب بيضاء. كل هذا وهو ينظر إلى العينين الثابتتين. فجأة نظر إلى ساعته ففطن لحقيقة مروعة، إنه هنا ينظر لهاتين العينين طيلة ساعتين كاملتين. هكذا أعادهما إلى الخزانة وأطفأ النور. كانت هذه أول ليلة له في مصر منذ أعوام، وقد نام نوما عميقا بلا أحلام. قال الأستاذ المصري وهو يقلب صفحات الرسالة السميكة: ليس بوسعنا الانتهاء من هذه سريعا، أعتقد أنك ستتأخر 5 أشهر على الأقل. قال عادل في ضيق وهو ينهض من مقعده: سيدي، أنا في وضع معلق بين مصر والاتحاد السوفيتي، أريد الانتهاء سريعا
كي أعرف موضع قدمي. هم قد فرغوا مني هناك ولم تبدأوا معي هنا. لا يمكنني العودة لهم ولا يمكنني معاودة حياتي هنا. قال أستاذه وهو ينزع عويناته. أفهم كل هذا، لكني لا أعرف كيف أفيدك. هل أجيز بحثا لم أقرأه؟ إذن لماذا لا تفعل؟ لاحظ دون قصد أنه يتكلم في حدة. الأستاذ نفسه لاحظ هذا فرفع عيناه متسائلا. فجأة اتسعت عيناه، نبتت قطرات عرق على جبينه، فأخرج منديله بيد مرتجفة وقال: نعم نعم، أعدك أن أنتهي من ذلك في أسرع وقت. بنفس اللهجة الحازمة التي لم يتعمدها قال عادل: أسبوعا واحدا لا أكثر. قال الأستاذ وهو يجفف العرق على جبينه: نعم نعم، أسبوعا لا أكثر. شكرا سيدي. قالها بذات الطريقة الحازمة الآمرة ودون أن تفارق عيناه عيني الرجل، ثم غادر المكتب. حينما اختلى بنفسه لم يصدق أنه فعلها. قال لنفسه: لابد أنني أملك تأثيرا نفسيا هائلا لا أستخدمه. كل هذا الحزم وكل هذا الإصرار، والغريب أنه لم يتعمد ذلك قط. من الغريب أن تكتشف في سن 30 أنك قوي الشخصية. يحسب المرأة أنه عرف كل شيء عن نفسه متى بلغ 20، لكن النفس البشرية تشبه البصلة، كلما أزلت المزيد من الأغشية عنها بدت لك طبقات أخرى لامعة نظيفة لم ترها من قبل. لا بد أن تجربة الغربة قد أفادته وصقلته. هو يكره أن يخاطب أستاذه بهذه الطريقة، لكنه إلى حد ما كان يرغب في ذلك. إن حياته متوقفة على رأي هذا الأستاذ. السينما هذه الليلة؟ مستحيل، قالتها تغريد وهي تتراجع إلى الوراء في غضب. كانت تغريد هي مشروع زواجه قبل أن يسافر إلى الاتحاد السوفيتي، وهي فتاة لا بأس بها، لكنها لا تقارن بأولغا من ناحية الجمال طبعا. لا يزعم أبدا أنه أحبها، لأنه كما قلنا رجل عملي جدا. كان يريد زوجة وهي كانت تصلح، وقد راق له أنها لم تكن قد ارتبطت بأحد لدى عودته من البعثة. قال لها بلهجة حازمة: لا أرى ما يدير في دخول السينما معي، لست مراهقا سخيفا. هذا هو بيت القصيد: لست مراهقا سخيفا ولا أنا مراهقة سخيفة، لهذا لا أرى داعيا على الإطلاق لهذه الدعوة. أنت وعدت بأن تطلب يدي هذا الأسبوع، فلنفترض أن أبي رفض، لماذا أختلي برجل لن يكون لي؟ لن يرفض، وقد يفعل، لهذا أرى أن الانتظار قد... نظر لها بحدة وقال وهو يضغط على كلماته: تغريد، ستذهبين معي إلى السينما لأنني أريد ذلك. موعدنا في 6 مساء، يجب أن أنتهي مبكرا كي أعود لقريتي. كانت تنظر له وقد اتسعت عيناها. متى رأى هذه النظرة من قبل؟ شفتاها المنفرجتان ترتجف السفلى منها، ثم قالت بصوت مبحوح: ليكن، أمرك أمرك. سر من نفسه، لم يكن يريد شيئا من هذه الدعوة إلا أن تقبلها. فكان يريد أن تحقق إرادته انتصارا ما، وقد حققه. حياته كلها تتحول إلى انتصارات متلاحقة. وقال لنفسه وهو ينتظر أمام باب السينما: إن شخصيتي تزداد قوة، وإنني أتمتع بكاريزما لا شك فيها. في الفترة التالية توالت انتصارات عادل في معركة الإرادة. الأب رحب به بلا تردد ووافق على أن يتزوج ابنته. صاحب البيت الذي كان متمسكا بمبلغ معين وجد نفسه يتنازل عن نصفه بسهولة مطلقة. وهكذا وجد عادل نفسه قد خطب تغريد وامتلك شقة لا بأس بها، وأجيزت رسالة الدكتوراه الخاصة به، وقد أخبر أهله في القرية أنه سينتقل إلى المدينة، إنه بحاجة إلى البحث عن عيادة. لم يرفض أحد، بالواقع لم يعد أحد يرفض أي طلب له من زمن. وهكذا نجد الآن أن عادل يقيم في شقة وحده في المدينة، وقد كون عادات جديدة، لكن العادة الوحيدة التي لم يتخلى عنها هي الجلوس أمام العين ومراقبتها لمدة ساعات. لقد أدمن تلك العوالم الغامضة
التي تنقله إليها. قالت له تغريد ذات مرة وهو في دارها: لا أعرف السبب، لكن هل ثمت مرض ما في عينيك؟ مط شفتيه السفلى في تهكم، ولكنها واصلت الكلام: أنا لا أمزح، لقد تغيرتا كثيرا، وإنني لأخافهما أحيانا. تجاهل ما تقول، لكنه إذ دخل الحمام وقف بعض الوقت أمام المرآة، وهو لم يكن من الأشخاص المولعين بوجوههم على الإطلاق. كان يعرف أنه لابد من وجه حتى لا يمشي بعظام الجمجمة العارية، لكنه في هذه المرة أطال النظر، وبرغمه شعر برجفة تتخلل عموده الفقري، كأنما قد أحاط عينيه بكحل كثيف قبل أن ينزل من داره. الحاجبان صار كالسين جدا يتدليان فوق عيني، فتحة العين ذاتها صارت واسعة جدا. الخلاصة أن هناك بحيرة كاملة من اللون الأسود تحيطان بعينين لا يمكن مقاومتهما، عينين من الطراز الذي لا تستطيع معه تذكر إن كان هناك وجه أم لا. شعر بقلق فحاول أن يبعد المنظر عن ذهنه، إنه طبيب عيون، ولو كان هناك مرض اسمه نظرات العين الثاقبة أكثر من اللازم لكان هو أول من يسمع به. قال لنفسه إن عينيه نافذة على روحه، وروحه قلقة عجول لا تريد أن يضيع من العمر يوم واحد، لهذا لم يعد يقبل من يجادله أو يخالفه الرأي، يريد طاعة عمياء، هذا كل شيء. على أن القلق عاوده حين كان في ذلك المتجر تلك الليلة، وكانت هناك أم تحمل طفلا رضيعا على كتفها وتمسك بيد طفلة في الثامنة، وقف وراءها فرأى الرضيع يرمقه بعينين متسعتين في رعب، ثم انفجر في صراخ هستيري مجنون عواء إذا أردت الدقة. نظر لأسفل فرأى الطفلة تنظر له بذات الرعب، ثم تنكمش في ثوب أمها دون أن تفارقه بعينيها. نظر لأعلى من جديد فوجد الأم تنظر للوراء وتغمغم في جزع: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تجر طفليها بعيدا بسرعة الفار من المجذوم. ما معنى هذا؟ والأسوأ هو أن البائع ظل يرتجف وأوقع أشياء على الأرض، وبدا كأنما لا يريد شيئا في العالم قدر أن يرحل هذا القادم. في اليوم التالي كان في المستشفى حين صرخت الممرضات أن المريضة الفلانية تعاني ألما عنيفا. دخل العنبر ليجد مجموعة من الأطباء الشبان يحيطون بفراش مريضة. هناك الكثير من الصراخ والهستيريا، هناك من يحقنها بأشياء. نظر لها متسائلا رافعا حاجبيه على شكل علامتي استفهام، فقال له طبيب شاب يعرق بغزارة: إننا نعدها للجراحة غدا، ولكنها تصرخ من ألم مبهم في عينيها، تشعر بأنهما ستنفجران. راجع التذكرة الخاصة بالمريضة ثم غمغم: جراحة حول بسيطة ستجرى لها غدا، هذه المريضة لا تعاني ألما حقيقيا، هذه هستيريا لا أكثر. كلها يا ذلك يا سيدي، لقد حاولنا كل شيء. كانوا قد جربوا كل الأساليب المعروفة فعلا، بدءا بالكلام الهادئ المطمئن، مرورا بحقن محلول الملح الزائفة، وانتهاءا بالصفعات، لكنها كانت تصرخ كقطار السكك الحديدية، وبدأ أنها لم تكف حتى تموت. ربما لو طلبنا من يخدرها يا سيدي. ليس إلى هذا الحد. الحقيقة أنها كانت قد كفت عن الصراخ فعلا في اللحظة التي رأت فيها عيني. نظر لها في ثبات ووضع أنامله على جبهتها وأبهامه على جفنها العلوي. بدأت تصمت، تراخت معالم وجهها، ثم أغمضت عينيها ونامت. لماذا فعل هذا؟ من أخبره أنه قادر على هذا؟ لا يعرف. قال أحد الأطباء الواقفين: هذا سحر يا سيدي. الحقيقة أنه كان يعرف ذلك، يعرف أن الكلمة تعني معناها حرفيا. ابتسم في تهكم يداري الكثير من التوجس وانصرف. هكذا بدأ القلق يعصف به، وكان أول ما ابتاعه في طريق العودة إلى الدار نظارة سوداء هكذا يخفي هاتين العينين القويتين، فلا يكشفهما إلا عند الضرورة، وكما يفعل الفارس الذي لا يخرج سيفه من غمده إلا عند الحاجة. الآن يفهم كلام شعراء العرب عن جردت نظرتها أو أعادت عينيها إلى غمدها.
من الغريب أنه وهو الذكي لم يربط حتى هذه اللحظة بين العينين وما يحدث. وهكذا راح يمضي أيامه في تأمل العينين وفي مراقبة ما يحدث لعينيه في دهشة بالغة. إن الأمر يزداد وضوحا، الكل يفصح له الطريق حين يمشي في الشارع، في الحافلة يتحاشى الناس الاحتكاك به ويطرقون بأبصارهم، في العمل لم يعد أحد يواجهه على الإطلاق. كان قد أطال شعر رأسه قليلا في الفترة السابقة وهو ناعم منسدل بطبعه، مما جعله يبدو بالفعل مثل صور راسبوتين التي نراها ذات خشونة في بداية القرن العشرين. لكنه لم يعي هذا التحول إلا في وقت متأخر للغاية. وفي مساء يوم جلس كعادته إلى المنضدة يراقب العينين خلف السائل الشفاف، هذا اللون الأزرق الغريب، هذا الصفاء الذي يخترق كل شيء. بعد ساعة من المراقبة غمغم وهو يغمض عينيه: الآن أعرف أن الأسطورة حقيقية، هاتان العينان هما عين راسبوتين، لا أرى الموضوع على أي ضوء آخر. ثم ماذا؟ إن هذا الاكتشاف لم يفقده حياته، لم يكلفه مالا، فقد جعله أكثر نجاحا وتأثيرا، فقد جعل الناس يعاملونه على أن أحلامه أوامر، على قدر علمه لم تسبب التجربة أي ضرر. إنها الثامنة مساء، عليه أن يبدل ثيابه لأن لديه موعدا مع خطيبته. يجب أن نقول هنا إن الفتيات صرن ينظرن له بمزيج من الخوف والانبهار في كل مكان. إنها تلك النظرة الثاقبة التي تخبرهن أنهن بلا دفاع، وخطيبته تغريد لم تكن استثناء. هكذا وقف أمام المرآة يصلح من ربطة عنقه. إنه وسيم، على الأقل هو يعتقد هذا. لو تناسى متاعبه الأخرى فهو شاب ناجح في الثلاثين من عمره، وما زال العمر أمامه. وماذا؟ إنها التاسعة والنصف. نظر في هلع إلى الساعة المعلقة على الجدار خلفه، هذا صحيح. ساعة ونصف مرت وهو أمام المرآة يصلح ربطة عنقه. الأخطر أنه مشعث مغبر، وأن هناك بقعة دم على كتف القميص. متى حدث هذا وكيف؟ من الواضح أن تغريد انتظرت طويلا ثم رحلت، ولكن هذه ليست المشكلة الآن. ماذا حدث؟ ما الذي فعله في ساعة ونصف ظل يرمق فيها نفسه في المرآة؟ ومن أين جاء الدم؟ في كل لحظة كان يدرك الحقيقة المخيفة أكثر، لقد صارت عيناه ضده، إنهما تتلاعبان به. ما حدث هو أنه نوم نفسه مغناطيسيا وهو أمام المرآة. من هذه اللحظة صارت عيناه غريبتين عنه، إنهما عدوان خطران. صار يقضي أغلب اليوم حتى في الظلام واضعا النظارة السوداء على عينيه. ما الذي فعله في تلك الساعة والنصف؟ ومن أين جاء الدم؟ هذا ما لم يعرفه قط، ولم يحاول معرفته. لقد غاب عن العالم ساعة ونصف، صار فيها مشعثا مغبرا ببقعة دم على قميصه. إن النتائج واضحة لكن التفاصيل لا تهم. لقد صار غريبا مخيفا، الناس يهابون وهو يهاب نفسه، والسبب هاتان العينان اللعينتان اللتان حملتا كل شرور صاحبهما. إنه يملك قوة هائلة، لكن ما نفعها لو استدارت هذه القوة نحوه هو؟ إنها نوع من الأسلحة الفاسدة. في حرب عام 1948 التي كانت تنفجر في صدور أصحابها بدلا من صدور الصهاينة، جلس إلى مكتبه وأمسك بالقلم وكتب في حسم جملة واحدة: هاتان العينان يجب أن تزولا للأبد. اتجه إلى الخزانة حيث احتفظ بالوعاء الزجاجي في حسم حمله إلى الحمام. أزال الغطاء الذي أغلق به الوعاء يوما ما منذ 50 عاما، ومن الوعاء تصاعدت أبخرة زيت الغنطرة الكريهة. نظر إلى المرحاض وأخذ نفسا عميقا. سيقوم الآن بعمل كان يجب أن يقوم به منذ أشهر، إنه سهل لكنه كان عسيرا بالأمس فقط. نظر إلى المرآة المعلقة فوق الحوض فرأى وجهه الصارم ينظر له في حدة. هل هذا وجهه فعلا؟ بشيء من الخيال يمكنه أن يقول إن هذا وجه راسبوتين ذاته. لقد اقتنصته العينان. إنه يرى الكريملين والثلج يتساقط من حوله. هناك عربة تجرها الخيول، أميرة روسية تغمض عينيها في افتتان، حفلات راقصة صاخبة،
الضباط بثيابهم الأنيقة المزركشة يرفعون سيوفهم في رشاقة، وجوه تضحك، وجوه تبكي، خيول، ذئاب بيضاء، فلاحون يرقصون الكازاتشوك، رجل مدثر بالفراء يمشي بصعوبة وسط العواصف، طفل ينزف من أنفه، طلقات رصاص، خيول القوزاق تنقض من أعلى التلال. لا داعي لتدمر عيني راسبوتين، إنهما أثر ثمين، إنهما الشاهدتان على تاريخ بأكمله. هناك عينان مؤذيتان يمكن تدميرهما ولن تسببا خسارة لأحد. لا يعرف متى ترك الإناء سليما بما فيه، متى ذهب إلى المطبخ، متى انطق سكينا حادا مدببا، متى عاد ليقف أمام مرآة الحمام، متى. إن مأساة أديب قد تتكرر بذات التفصيل في زمننا هذا.